اللي تشوفونه بالاعلام مو 1%، اللي بيصير بالغابات كلش اتعس، كلش اتعس. اوائل جاي تجمد، اطفال جاي تجمد، اطفال تجمد بدون مو عن طريق بلاروس. تفاصيل يعني شلون وصلت هناك؟ اكو مهربين عن طريق التواصل الاجتماعي؟ اكيد اكو مهربين، اكو كل شيء يعني اكيد. اكو بالش يعني بالتواصل الاجتماعي جروبات خاصه بالهجره الغير شرعيه لبيلاروسيا، هي هاي عن طريق؟ نعم 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 نعم. قد تكلفت هاي التكاليف والفلوس؟ $5,000. وهناك؟ هنا أنا تقريباً هي كلها $5,000 كلها. إيه كلها يعني. والمعاناة اللي عشتها بالغابة؟ والله معاناة كلها صعبة يعني. شلون؟ يعني إحنا أنا للضرب؟ تعرضنا للضرب من قبل، تعرضنا للجيش البيلاروسي. نعم. يعني إذا أقول لك طب الماي تعرف درجة حرارة 4 تحت الصفر. نعم. وهم بينهم يعني نهر بين الحدود. الأطفال؟ الأطفال كلش والله معاناة، كلش معاناة كلش صعبة. غالبيتهم عرب وأكراد أو سوريين؟ لا أكثر شيء يعني الأكراد. نعم. يعني أكثر سوريين. و يعني هواي مع جنسيات هواي. تفكر متندم على روحه؟ لا والله ما متندم، انا احاول. تفكر مره ثانيه بالهجره؟ افكر ثاني مره وثالث مره ورابع على ما اوصل. يعني ما ايش الشركات استغلوا الوضع يعني. وصلت لك الامر للحدود مع هولندا؟ وصلت بسيارات. سيارات من هناك، هم مهربين موجودين بلاروس وعراقيين. حدثنا عن معاناتك. متعبة جدا التجربة، وما أنصح أحد يجربها بعد ما أنا جربتها. نعم. تعرضت للضرب؟ ضروب على نصب من المهربين نفسهم، وكله كذب بالمناسبة يعني. طيب تفكر مرة ثانية بالهجرة؟ بهذا الوضع اللي أنا بيه لا. هذا؟ لا مستحيل بعد التجربة اللي شفتها يعني. تعال عمي.